مرحبا احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقه تحضير فطاير بشهو، فطاير بدجاج، محشي دجاج وخضره، وكتير كتير طيبين ورائعين عن جد، كتير روعه. هول الفطاير اللي بدنا نعملهم انا وياكم، وطريقتهم سهله وبسيطه وان شاء الله بتنال اعجاب الجميع. بهيدا الشكل لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. كوب حليب فاتر، كمان بحط ملعتين طعم سكر، ملعقة طعم خميرة، خلطهم شوي مع بعض، بحط نص كوب زيت نباتي، ملعقة صغيرة ملح، 3 أكواب ونص طحين، كوب 2 ونص، حطينا 3 أكواب ونص طحين، بعجنهم مع بعض. خلصنا العجينة، نشيلها نحطها بالجاط. منغلفها بالنايلو. صدر دجاج قطعتهم بهيدا الشكل، مربعات صغيرة، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، نص ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة، نص ملعقة صغيرة ملح، بقدونس، ملعقة طعام زبدة أو ملعقتين طعام زيت نباتي، ما في أي مشكلة، المتوفر عندكم بتستعملوه، بصل صغيرة مقطعة بهيدا الشكل، بازيلا، فلايفلي، جزر. نحط الزبدة بالطنجرة، كمان البصلة، منقلل البصلة على الغاز، بس قلت البصلة بهيدا الشكل شي خفيف. هلأ منحط الدجاج، بعد ما سلقت الدجاج والبصل 6 دقايق تقريبا، بدنا نكفي الطريقة انا وياكم، نحط باقي الخليط، الجزر، الفلايفل والبازيلا، نحط الملح البهار، الكزبرة، البقدونس، بغطيهم وبخفف الغاز على 4. أنا عند الغاز من 1 لـ 6 حطيته على 4. بعد مرور 10 دقايق استوت عنا الخضرة وصارت بهيدا الشكل. هلأ منطفي الغاز وبحطن بوعاء ليبردوا. هيدي العجينة بعد ما ريحتها ساعة، وهيدي الخلطة بردت تماما، بدنا نشكلن أنا وياكن. هلأ بدنا نحشيها، عنا هون الحشوة، وهون موجود عنا جبنة موزاريلا وتشادر،
المتوفرة عندنا كنا بتستعملوها، مهم يكون جبني بالدوب. بحط فوق الحشوة جبني، بعملها بهيدي الطريقة. بدنا نسكرها. بدنا نحاول قد ما فينا الجبنة ما تطلع لبرا، تبقى بقلب الفطيرة. بحطها على ورقة الزبدة. إذا بتحبوا الحار ممكن تضيفوا شوية حار، ربع ملعقة صغيرة فلفل حار. بنحط الجبنة منيح بداخل الفطيرة. بحطها على ورقة الزبدة. بس حطيتهم على ورقة الزبدة، هلا بدخلهم فرن حامي على درجة 220 من الأعلى والأسفل. هول الفطاير بعد ما طلعوا من الفرن، أخذوا بالفرن 8 دقايق. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.